بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال بيسأل ليه البيم مقترن دايما ببرنامج بالريفت ومتجاهلين الاركيكاد، مع ان الاركيكاد ادم واكثر فعاليه حسب راي السائل. طيب انا اعتقد ان هو سببين. اول حاجه قوه الدعايه اللي بتعملها شركه اوتوديسك للبرامج بتاعتها، يعني هي مثلا لما اشترت الريفت كان الريفت موجود، واول ما اشتريته بمجرد ان اشتريته عملت دعايه جدا، فالناس استمت بيه مع ان هو ما كانوش لسه طوروا في الشفره بتاعته او الكود بتاعه، بس بمجرد ان الديسك اشتريته وعملت له دعايه تضاعف الناس اللي بتستخدمه. تمام، اشتريته سنه 2002 ب 133 مليون دولار. اول ما اشتريته اتعمل له دعايه و و و فبدا الاستخدام بتاعه ينتشر جدا. اوتوديسك شاطر جدا في الدعايه، ممكن تشتري برامج و حتى لو عندها البديل بتاعه وتعمل دعاية للاتنين والاتنين ينتشروا. زي مثلا 3D Max والمايا، اشترت الاتنين وعملت لهم دعاية والاتنين لغاية دلوقتي في ناس بتستخدم ده وناس بتستخدم دوت، ما بتهملش واحد او ما بتموكش الاتنين مع بعض. هي كان عندها مثلا اوتوكاد ارتكشر واوتوكاد ام اي بي واوتوكاد ستراكشر، ولغاية دلوقتي موجودين وبيبيعوا، بس هي التركيز على الريفت. طيب السبب التاني من وجهة نظري ان الريفت في انشائي ومعماري وكهروميكانيكال، فانت موجود في كل حاجه، ما مضطرش تعمل تصدير واستيراد وتقعد تدفع جمارك وحاجات زي كده. الاركيكاد انا عارف ان هو في جزء انشائي وجزء كهروميكانيكال، بس مش قوي يعني. هما بدأوا يضيفوه على استحياء، مجرد ادوات بس، ايه بحيث بس يتقال ان احنا عندنا ام اي بي وعندنا استراكشر، بس حتى الان ما نقدرش نعتمد عليه كليا. احنا بنعتمد عليه جدا، هو حلو جدا في المعماري، في بعض الخصائص مش موجوده في الريفت. اشتغلت عليه فتره ففي بعض الحاجات عجبتني جدا، اتمنى انها تبقى موجوده بعد كده في الريفت. في برامج كتيره جدا تبقى قويه بس مش معموله دعايه او مش منتشره في المنطقه بتاعتنا، وممكن تكون منتشره مثلا. يعني انا فاكر مثلا اشتغلت على برنامج سماش كاد، ده الكلام ده كان في 2008 تقريبا، وكانت الشركة فنلندا. فلما بعت الشركة وبعت لها مشروع مثلا كنت عامله بالماجيكاد، وبعت لها كتاب كنت في الماجيكاد، يعني بعتوا لي استغراق، قالوا احنا ما نعرفش ان حد في الخليج او في الدول العربية مهتم بالموضوع او بدأ يشتغل على البرنامج بتاعنا، بس هو منتشر عندهم في الدول الكومنولث ديت، وبريطانيا فيها برامج خاصة بيها، ألمانيا فيها برامج خاصة بيها، مش معمول لها دعاية. يعني يمكن في بعض الشركات هي اللي بدأت تهتم بالوطن العربي والخليج وبدأت تبيع، لأن هي عارفة إن إحنا ممكن نشتري برامج كتير، لأن في مشاريع كتيرة جدا موجودة في الخليج بالذات. بس أعتقد إن هما دول أهم سببين مخلين الريفت ينتشر. ومع احترامنا للأركاد، في ناس كتيرة شغالة بيه وطلع شغل كويس جدا، اللي هو برنامج أو أداة ممكن انت ببرنامج الرسم ترسم صورة احسن من اللي انا ممكن ارسمها بفوتوشوب. يعني بعتمد على المستخدم اكتر من البرنامج.